وعن او ونكسن دابا ديال كسو دابا دا مسوسالكي ان او بحني مقعا دانكي جعيلكا كاسو افين ديكي سو او اها نمك اسككا مسوسالكن اياد وحبدن نقع عدستين مادام ان هكت كسميني مركي او كسعدي كنال كيني كلاقي فيلم سيدي ميديا هدابا مسوسالكن مادام ان كنال كسك جوجيني وحن اسو اوريجيني كنال كن عصب اي كامل دراما فضلا كنال كينا دادكو عصوب تاي سبسكرايب سارو جنباليل كنه إلا من شير اللاي كوميتوني كما مرناو ما سنتيين ما دام أنك بلاواني أدن كي جعيلك هالكني وحنك بلاواني قيب تأفين ديگا هالكو أجوغو إن أفصوما للو ترجمي ورك مهينو أفين ديگا لبدي سي حلقة دود ميسانا بشان عصوب أي فبراي أم حلقة دي شاليكو دا فبراي أو أه حلقة دي أفرتني كواد أي حلقة دا مان تلابد فبراي أو أه حلقة دا أفرتني لباد لبداس حلقة دود أيان موقالكن كفلنقينينا هدي أن كهر مرنا حلقة أفرتني كواد انتين أن شرحات دي دقود قلين هر دع قود أيان إذن كسينينا تحنان وحوي هي قبطنا لغوما قعاوة كهاني أيا تحنان هقام النساء ممسوسل كان هقام النساء قبطنا أوما قعايدة أف قبشادة أوي هي جمجم وقبر الدانسي يقان وقبك عيار كسفي عن أتقانو سيدا سيكو شقي سنجرتي وحي كورينيسي ويل إي قبر ير أو مركاسي والدكي دي كغتاقين هويداد إي آبهيد شل باور أي غالين آبهيد برالليس أيو نقد النافا كورسيكو عريامين تكو فرديا هويداد نشل كي باور أي كوري ماتي غبادان كهاني لادها وحانا شل كاس باور غليسي هويني لغو مغعاوي إرفاتي وانا آبهيد حاسكي سي اللباد تاسي أيا شرقول كاسي نكتي وحين كد الشي كهاني هويدد سيدا اوغد كهاني ايددد او دنك آبها وما آبهيد حاسكي سي لباد ايا وحول بقستي وحالة دلتي قبطن دنك آبها اسكو آبيهين قبر لغو مقعا وروبا قبر كلنا ويجرتا هدبا روبا وحي قرسدي نين لغو مقعا وروني روني قاسنا وحالة دشتي اتوراه فيلم كأوي لغو مقعا ويوك يوك وحو نعبين يهي قبطن كهانيئا ويو قبطنها عيارة او دن لما توسا اساقا سيدا او قد روني قبطن كهانيئا يو دمعيا وحونا ربا انو قرسدو اساقا حاسلئا عرورنا ايو جوغان ايو دونا يهي حاسكي سي روبا انو فرو مسانا او قرسدو قبطن كهانيئا كهانيئا قويسكن ايو كسو بيرتاي مادام اي اضيقا كالكاليسا وهيد دريال عافيمادنا إيسي نيسي سوطو اسبتالكي كشاقي نيسي أيا سيدا صلوغو سو أمر إني قريقو كو دارييشو سيكاستي أهتبا يوك مروالبو نعبي هاي روبا ننكي دي وي أوغاتي إنو قابدن كهاني أهدونا يو إنو قرسدو سيدا كالتو وحي وربا إساقن إنو فرو روبا ورقدي فرين كحتاوي كوهيشيين إنكستو روبا إيدا إيكم مسيرتي مسانا كحماتي كان عالو الحماتي وحاقو ننكي دي سمينا يو هادا نامر كي دنبا وحي قوان ستي فرحادة ننكي دي إني كهر مرسا فرحادة يدا أو فرحادة يدي إدب أوليكتو فرحادة ننكي دانا إي كتاليسو قبطن أو ربانا إيو قوريسو وحي جرتا روس لقبان قابنا يو حفلات قوريقا كدي عربتو وانا روس لباد أو إيقالي ربان سروني او اه اتوره وللكيسة اي ولي بحيس كيسي روبا لكن اروس كان لباد انو دعو قويس اهان لي لوود اوغي موغي سيقر سودي اه وحي دوني سار روبا اني سيقر سودي اه بوس كيدي كبدشو كهاني وي اوغوريسو كهاني ننكي دي روني كهاني ويسك دي دنكاني لورجر ايو مركاسي اسكو داي انو اسو لبادو ايدان وي دي دان تهي هدب حلقة دا افرتني كوواد dhacdooyinka nalagu tusay waxaa ka mid ah warqadihii furiinka ay qoyskii arkayaan waana furiinkii uu furray ninkii Roni ahaa xaaskiisii Roba markaasay dhahaysa Roba idaa wuxuu buduushi saarnayso waxa leedahay ninkii aniga ka shakiyay aniga buuq ku dhaliyay aniga ka codsaday furiinka ay isaga raali kama ahan balse haddii waan isdaba qabtay furiinkana haddii ma ahan ee mid mar hore ah ayuu ahaa روني إساقنا سيدا سولي يعني إنان حيسكي غفورة مريبين إيدا إي مركز بوق إيغو فرطي إفريق دهدي سيدا ساو نقاد ورقادان أسو دياري لكن هدير فورين كيوامان كان نقاني داعدوين كان نمر هوري أهين وحد عصوب ماهن ورقادهان يابانان كاكيناي يادال نوع سيو دائيا هدى بقو إسكي أرين كي مسيح تحراعيان لكن سي إرفاتي والو شيقيا
ninka shaqaalaha guriga ka ah wuxuu leeyahay warqadahan waa kuwa cusub, isla maanta ayaa hortiidii lagu saxiixay. Ruba warqadda way saxiixday, Ronina wuu saxiixay. Ee gabadhaada iyo ninkeeda way isfurayaan, ee ugow ayaa la dhahayaa. Iravati gabadheedii in la furayo amaba la furay warqaddana la saxiixay ayay ogaanaysaa. Arrinkaasna inay si toos iyadu ku xaliso ay isku dayaysa oo qoyska aan la ogeysiinin. Ninkeena way amraysaa waxladee ma sheegi kartid. Dhinaca kaleeto, Yog walaalkiisa Roni ayuu la hadlayaa, wuxuu leeyahay walaal furinkan arkaay maxay tahay, waxyaabo badan ayaa gurigan ka dhacay, waxna iima sheegtid. Markaasuu dhahayaa Yog walaalkiigiyo istaji, waxay dhacayna iska iloo wax horay ahaayeen. Dhinaca kaleeto, Yog wuxuu qabanayaa gabadha kahani, wuxuu leeyahay gurigan maxaad ka qabanaysaa, hawshii way dhammaatay, lagu diray, degdeg gurigan uga bax. Isagoo gabadhii ceyriin rabo, waxay celinaysa Ruba, waxay leedahay kahani orod qolkaada gal. Rub kahani gurigan kama bixisa, leedahay dumaashii sawto ah ilaa arooska anigii Roni uu ka dhaco, kahani gurigan kama tegayso. Haddaba xalqada 41 meeshii ku dhammaanaysa, waxaan sii anba qaadinaa falanqaynta xalqada 42. Xalqada 42 ee maanta cusub aad iyo aad ayay u xiiso badan tahay. Dhacdooyin xiiso leh ayaa lagu arkayaa. Waxaa ka mid ah waxay isla joogaan Ruba iyo kahani. Ruba waxay ku codsanaysaa kahani inay arooskan qabato, sidoo kaletana ay guursato Roni. Kahani waa diyar, laakiin labadoodii oo qolku ku sheekaysanayaan waxaa u soo galayso Ruba hooyadeedii Iravati oo laadiradda taxanaha ah. Markay soo gashana waxay leedahay qorshaha labadiina samaynaysaan waan ka dharagsanahay, haddeerna waxaan rabaa inaan ciqaabo kahani. Kahani ayay ciijinaysaa oo ku dhegaysaa iyo xanuujinaysaa, laakiin Ruba hooyadeedii ayay gacmaha ka xirxiraysaa. Kadibna kahani ayay ku amraysaa waxalida adigana lugaha ka xirxir. Intaas kadib duqadii qolka lagu xiray, Ruba waxay hoos u soo diraysaa gabadhii kahani ahayd oo markaasi wajiga u daboolan dharkii arooskana qabto. Labadii nin ee markaasi guurkooda u dhici lahaa ee walaalaha ahay, Yog iyo waliba Roni, hoos ayay usoo degayaan, sababtoo Yog gonjan ayaa lagu dararabaa oo Ruba walaashida. Sidoo kaletana Roni wuxuu doonayaa si qiyaana leh inuu ku guursado gabadha kahani ah. Haddaba hoos markay usoo dirto, Ruba dushii sariga daawanaysa kahani oo og fadhiisatay ninkeedii Roni. Ruba inkastoo falka ay samaynayso ay ku qasbantay, haddana way jeceshahay ninkeedii Roni. Si kastay haddaba kahani wajigiidi lama arkay, wuu daboolan yahay. Haddaba ninkii shaqaalaha ahay ayaa markaasi xarigii kasoo furfuray duqdii qolka ku xirneyd ee Iravati la dhahay. Qolka markuu kasoo bixiyo way soo bixaysaa wax leedaa waynaan arooskan joojinaa si dhaqso leh. Qaac ayay shidaayeen oo markaasi dadkii oo dhan ku qufacayaan. Si fiicanna aragtida dadka ma muuqanayso. Intaas kadib qof baa soo afduubayo kahani oo meesha kasoo wadayo. Iravati nimankeedii ayay la hadlaysaa ciidankii, waxay leedahay gabadhan kaxiya duurka geeya. Ninkii wuxuu dhahayaa maxaan ku sameynaa gabadhan, waxay leedahay waxaad doontaan ku sameeya, cadowgaada xataa wixii wax aadan u quurin ha lagu sameeyo, si naxariis dara oo la dhaqma, waxaad doontaan ku sameeya iga kaxeeya. Haddaba kahani duurka ayaa la geystay. Ruba markani way ooynaysaa maadaama qorshaheedii laga hortagay. Qolkii iyadoo ku dhex ooynaysa hooyadeed ayaa u imaanaysa, waxay leedahay gabadheediiyay falka aad ku dhaqaaqi rabtay aniga waan ka hortagay, ee haddeer fursad ayaad haysataa ninkaada Roni waa inaad mar kale guursataa. Waxay dhahaysaa Ruba, aniga sidaas ma samayn karo, sababtoo ah Yog arooskiisa iyo John Ganjan arooskeeda halkaas ayuu ku barbarayaa, wax walbana sidaas ayuu ku dhammaanayaan, anigana midaas ma doonayo. Si kastay ahaataba waa inaan dadka runta u sheegaa. Markaasi duqda waxay leedahay, haddii aad runta sheegaysad sheeg, laakiin waxaad ogaataa arooska walaashaani inuu burburayo ogow, oo Yog ma guursan doono walaashaa. Kahani duurka ayaa la geeyey, god ayaa loo qoday, waxaana la rabaa in la dilo. Way soo naaxaysaa toogadii ayay ka fakanaysaa, in cabaar ayay duurka ku wareejinaysaa. Way ciirsanayaan iyadana oo waa la bursanayaa. Ugu dambeyn kahani dhulkii ku dhacaysaa wayna suuxaysaa. Ninkii Yog ahay shaki ayaa ku jira, wuxuu leeyahay kahani meeshu ma joogto, oo kun faraxsanay horta inaysan arooskan kasoo qayb galin, laakiinse maxaan gudaha uga walwalayaan, iyada ayaan ka murugoonayaa, maxay tahay sababtaas. Haddaba Ruba ayaa wajiga laga soo daboolay goobtii arooska la keenay ninkeedii iyo mar labaad inay guursato loogu talagalay. Waa suuxsan tahay, sidoo kaletana
arooskii uu dhicroba labadii wiil wareeggii dabka ii sameynayna wareeggii saddexad markay sameeyaan roba waxay ka fikiraysay kahani. Ugu dambeyn roba waxay iska dhigisay qof suuxay oo kaleeto, kadibna intii kor loo qaado iyo qolkeedii la geynaya, hoydiis ayaa markaas isku dayaysa inay gabadha wajiga ka furto, hoydiis Saroj. Laakiin Roni wuu diidaya, wuxuu leeyahay hooyo hadeer ma aana u kaadi cadadii dhaqanka inaan burburino ma doonayno. Waxay leedahay war iga laaxa, gabadha way xanuunsantahay, wajigan ka furaya. Isagana wuxuu ka cabsanayay kahani weye ayuu isdhahay, gabadhaani wajigeeda ayaan la arkin oo kaleeto isdhahay. Ugu dambeyn wajigii waa laga furayaa, waxaana la ogaanayay inay ruba tahay. Dadka dhan ruba ayay u malaynayeen, laakiin isaga markuu arko uu naxaya. Ruba miya ayuu dhahayaa, waxaa la dhahayaa ma qof kalead filaysay, wuxuu dhahayaa may, laakiinse waxaan ka naxsanahay, xaaladeeda caafimaad ayaan ka murugaysanahay. Godkii ayay ku ridayaan, waana la duugayaa, nolosha ayaa lagu aasayaa. Kahani xalqada 42-aadna halkaasay ku dhammaanaysaa. Waxa inoo balan berito ama berigii dambe oon soo gudbin doono laba xalqadood oo taxanaan ah, xalqada 43-aad iyo midda 44-aad. Wabillahi tawfiiq, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.